السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه فيروس توتال، ده لو جالك أي ملف أو في موقع تقدر تكتب الموقع هنا، هو يبدأ يعمل سيرش عليه وتأكد إن الموقع ده مفهوش أي فيروسات. أو جالك أي ملف فبتقول تشوز فايل وتختار الملف اللي أنت عايزه، يبدأ يفتحهولك ويبدأ يعمل سكان ويجيب لك التقرير هل في فيروس ولا لأ.